هل يجوز قراءة سورة ياسين بنية شفاء مريض من المرضى؟ لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكمزيد، لا أعلم أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة ياسين، إنما هي كشأن سور القرآن الكريم وبالله التوفيق. حديث ياسين لما قرأت له، وحديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، كل ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.